الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلاب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع تسجيل مباشر من برنامج الأكسل، صفحة الأكسل أو الأكسل شيت نسميها احنا. كيف يمكن لنا نستغل بيانات متاحة أمامنا الآن أو لدينا عن المتغير العشوائي X؟ هذه قيمه 15 قيمة هنا، لاحظوا لي، من 10 12 12.9 إلى أن ننتهي 21. أستغلها في رسم ما يسمى منحنى التوزيع الطبيعي، The Normal Distribution Curve، اللي هو البيل كيرف على شكل جرس المقلوب. فسأستخدم أبسط الطرق هنا باستخدام الإكسل كيف يمكن لنا أن نحقق ذلك. حتى أهون عن نفسي سأختار خانتين هنا، هذه الخانة اللي هي F1، سأضع فيها متوسط هذه القيم، لكن حتى أهون على نفسي هنا أضللها، والآن ألونها، أعطيها اللون على سبيل المثال هذا البني الفاتح، وأذهب إلى موقعها هنا في هذا المربع هنا وأسميها مين، اللي هو المتوسط. أوكي، بضغط انتر الآن، فالآن هذه أصبحت الآن اسمها مين. الآن أجي على هذه الخانة الثانية، يعني سأحتاج إلى معلمة أخرى، بارامتر ثاني، إن هذا بعطيها اللون على سبيل المثال الأزرق، وأذهب طبعا إلى هنا وأسميها سيجما، اللي هي الانحراف المعياري، سيجما الانحراف المعياري لهذه القيمة اللي هي قيم أكس. أضغط انتر، الآن أصبح عندي هنا مين وهنا السيجما الانحراف المعياري. فطبعا هنا أرجع إلى الخانة الأولى مين، بكتب الآن تساوي، قيمة تساوي average، أفتح قوس وأختار كل هذه القيم الآن من أولها لآخرها، ثم أغلق القوس، أضغط Enter، فبطلع عندي الآن متوسط هذه القيم هنا، لاحظوا لي. وآتي إلى هذه الخانة الآن وأضغط، أكتب Standard STDEV، بعدين بدي اختار البيل بوبوليشن وليس سامبل، حتى يعني ادعي انه يعني اكس تمثل بوبوليشن، اذا دوت بي، وافتح قوس، ارد اضلل كل هذه الخانات، اغلق القوس واضغط انتر، الان اعطاني الانحراف المعياري، اذا هذا متوسط، هاي القيمه هي متوسط المتغير العشوائي اكس، وهذا الانحراف المعياري لكل هذه القيم اللي هو متغير عشوائي اكس. هنا آتي على الخانة الأولى وأكتب تساوي norm dot dist اللي هي distribution dist، وأفتح الآن قوس، لاحظوا لي، وأضع أول قيمة، ثم الآن فاصلة، يحتاج إلى مين، لاحظوا لي، X اللي هي القيمة الأولى، هذه X هنا، لاحظوا لي هنا المين، أضع هذه الآن اللي هي مين، ثم فاصلة، يحتاج إلى الستاندرد ديفيشن اللي هي هذه القيمة، لاحظوا لي، وأخيرا بده ياني الآن بسألني بدك كيوميليتيف اللي هو التراكمي أم تريد الدنسيتي اللي هو دالة كثافة الاحتمال، فبقول له فولس، أريد يعني أنا الماس اللي هو كتلة الاحتمال، فبكتب فولس وأغلق القوس وأضغط انتر، فبتكون أول قيمة الآن عندي بالنورمال ديستريبيوشن، هذه القيمة الأولى، أضعها بالمنتصف، ثم أضغط على المربع الصغير هذا المضلل وأسحب إلى الأخير لآخر خانة، فبطلع عندي الآن القيم اللي هي احتمال التوزيع الطبيعي لهذه القيم. فالآن سأظلل العمودين هذولا من 10 إلى 21، ثم بشمل الاحتمال معها، وأذهب إلى Insert، وهنا أضع الآن هذه، الآن هذا Normal Distribution، لكن لاحظوا لأنه شكله مش جميل كثير على الأقل، فسأزيل الجريدز اللي هن هذه المربعات بطريقة ما، هنا أضغط على إضافة يعني إزالة، ثم أذهب إلى توزيع الأعداد هذه، بعد ما ضل يعني ضغط عليها، بضغط عليها مرتين، لاحظوا لي هنا أه
عفوا خليني بس انا اتأكد انه ثاني مرة ايوه هنا الان بضع المينيمم اللي هو اقل قيمة ممكنة للمتغير العشوائي اكس، فبختار القيمة هنا يعني اضلها كلها واختار القيمة 9، وهنا اكبر قيمة. لاحظوا شو ما الذي حدث، اخذ فعلا شكل التوزيع الطبيعي المعتاد عليه، واعلى قيمة هو ال 22 لانه هنا اعلى قيمة 21، فبالتالي بعطيها. وطبعا الان هذه التوزيع الطبيعي. كيف رسبت هنا؟ طبعا أغلق هذا المربع هنا أو هذا الديالوج بوكس. الآن هذه أظللها اللي هي المنحنى نفسه، وأذهب إلى الفورمات كي أعطيه لون ثاني أحمر، وبعطيه مثلا الويت اللي هو هذا السماكة هذه حتى يكون واضح. فعند الآن هذه يمكن إزالتها، والآن هذا التوزيع الطبيعي. لاحظوا لي كيف يعني الآن تعلمنا شيء جديد، كيف نرسم منحنى التوزيع الطبيعي من المتغير العشوائي أكس. حسبنا الآن وضعنا في هذه الخانة، لاحظوا لي هنا الخانة عندما أسميناها مين، ثم حسبنا المتوسط القيم لها هنا، ثم هذه القيمة حسبنا يعني الخانة أسميناها سيجما اللي هي الانحراف المياري، فحسبنا الانحراف المياري حسب الفورمولا هاي. ثم طلبنا منه بعد أن ضللنا هذه نذهب إلى Insert ونضغط هذه ثاني مرة حتى يبين، فكانت النتيجة كما يلي. الآن تستطيع يعني أن تستفيد من هذه القاعدة البسيطة جدا في رسم التوزيع الطبيعي، وربما أي توزيع في المستقبل قد تحتاجه. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع البسيط جدا والعملي والمباشر جدا من صفحة الإكسل، وإن شاء الله إلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.